من الكلام اللي كان بيتقال كتير في الفترة دي تحديدا ان انت كانت علاقتك سيئة جدا بجنش وابو جبل، لدرجة ان انت ما كنتش بتسلم على ابو جبل في التمرين، الكلام ده لا حقيقي؟ لا لا خالص خالص، انا لحد دلوقتي هم اصحابي، ولما بيبقى في فرصه ان احنا نتواصل مع بعض بنتواصل مع بعض. يكون الكلام ده مش صح. لا لا لا، كان الوقت ده معظم المشاكل كان دايما بصدرها السوشيال ميديا في النادي، ايوه اكيد اربعه بالاسماء اللي سألته موجودين، وقالته بصراحة كان فطبيعي يبقى في منافسه. يعني جنش أبو جبل بالظبط وعواد يعني بالظبط تقيلة برضه بصراحة. بالظبط، فطبيعي ان انت يبقى في تركيز كبير، الناس كلها عايزه تشارك، ممكن الناس كلها تبقى مشدوده في التمرين شويه، فده ده كان طبيعي يعني. أي بس في النهايه بعد يعني احنا بنشوف بعض، يمكن في لقطه في ماتش البنك، لما اتطردت في ماتش البنك كان ابو جبل كان بيسلم عليا، ما كانش فيه اي مشكله خالص. جنش نفس الكلام في كل الماتشات اللي احنا بنتقابل فيها بنسلم على بعض، ما عندناش اي كنت مشكله مع بعض. بتتصرف ازاي مع العقليتين؟ اصل عقليه جنش وابو جبل الاثنين عقليتين برضو يعني يعني هما مختلفين عن بعض، تماما يعني. بس في النهاية هي بتجمعهم حاجة، يعني حاجة كويسة جواهم، وان هما ناس طيبة جدا، ايوه. هما طيبين جدا جدا يعني، فكل واحد ليه دماغه. بس في النهاية كنت ازاي بتفصل ما بينهم بقى؟ لا لا خالص، بروح اعظم هما ادنكش الاتنين ده، بيطلعوا نار من بعض. بسخنهم على بعض. عادي يعني، نقعد ننكش في بعض كده في التمرين. بس الأقرب ليك منهم مين؟ يعني احنا قبل ما على نيجي المستوى النادي، الشخصي يعني. قبل ما نيجي النادي احنا كنا كلنا قريبين من بعض، أي بس لما جينا النادي يعني ممكن كنت شويه جنش أقرب ليك جن أكتر؟ يعني دماغ ابو جبل شويه، انت عارف مختلف. هو صعيدي شويه وبتاع، بس هو طيب جدا ومن الناس الجدعان جدا اللي انا بحبهم يعني.